هذه الآية وهي قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية لا دلالة فيها من حيث الأصل، لا دلالة فيها على أن اتخاذ قبور الصالحين مساجد، لا دلالة في ذلك على أنها جائزة. وكيف تكون جائزة وهي مخالفة للتوحيد الذي جاءت الرسل كافة بالدعوة إلى التوحيد؟ كل نبي يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وجواب آخر أن مثل هذا لو كان ثابتا فإن شرع محمد عليه الصلاة والسلام قد أنكره، ولا دلالة فيها. ثم إن من قال بأن الذين اقترحوا أن يتخذ عليهم مسجد هم المؤمنون، هذا قول لبعض المفسرين، لكن لا دلالة في الآية على أن المؤمنين قد قالوا ذلك، وإنما الآية: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بل إن الآية كأنها تشير إلى أن من قال ابنوا عليهم بنيانا ودعوهم تشير إلى أنهم مؤمنون بصنع الله عز وجل، قالوا ربهم أعلم بهم.